لما يصير الجو حلو يا اخي الديره كلها تتغير، كلها تصير جميله. رايح مطعم تريانجل، بس طبعا شوف مطعم تريانجل مشهور ومعروف، لكن احنا فينا مشكله الا تبي تسقط قدامه بالضبط ما يصير، ممنوع. يا تروح الباركينج مال السوق الكبير هناك، او تروح مصافط البلديه كاهي اللي هناك، اعتبر نفسك بمول يعني صافط الباركينج ونازل المطعم. خصوصا هاليومين الجو ما شاء الله. هذا هو تريانجل. والله قاعد نتناقش نقعد برا ولا داخل، شنو الجو صار حلو يا جماعه. ستيك بايتس. يا سلام على الستيك. ها ستيك لكن لقمه تاخذها كذي. تعب على شنو؟ تعب على هذا الصوص. سموك جار فرايز، هذا فرايز هم اللي جاي بالشكل هذا. روحه تحفه كذي. ما امون حيل على المكن تشيز، بس ذوق عبد الرحمن هذا قوي حيل صراحه. خلص ماكن تشيز، ترابل ماكن تشيز اسمه. وصلت الباستا، هذه باستا الفريدو صوص اللي هو الصوص الابيض هذا، ونوعها اللي هي الفوتوشيني. يا هلا يا هلا، هذول عاد الشله، هذول اشهر شيء هني في تريانجل. هذول اثنين مشروم وترافل اللي هو نفس الفقع، فيهم نكهه الفقع، طبعا الفقع الاسود، وهذول لحم وهذول تشيكن. ندوس بالتشيكن. طبعا ليش اسمه تريانجل؟ هو لان كل شغله مثلثات. الترافل جباره يا جماعه، بس هذه شدت انتباهي، فنان صاحب المطعم اللي منقي هذه، اتوقع مو طالبينها اللي من برا عشان هالاداء كذي، لا اتوقع جايبينها وطاعجينها كذي، اتوقع ما ادري. عرفتوا هذه ايش يسمونها؟ ما ادري ايش يسمونها، بس مسوينها هنا حق البرجر. الترافل قويه. الحين بجرب اللحم. وهذه سلمكم الله القنبله عندهم، هذه النوتيلا على فكره، كيكه النوتيلا اللي موجوده هنا. اما هذه الاكثر مبيعا عندهم تشيز كيك. سلام يا سلام، الله يسامحك. في منطقة اسمها شويخ. ايه ولا لا؟ في منطقة اسمها شويخ. شويخ؟ لا الشيوخ، لا ما يقولون الشيوخ بروح. جليب للشيوخ صح، واضح هي؟ في منطقتين، واحدة شو اسمها؟ شويخ، واحدة جليب للشيوخ. جليب الشيوخ. تذكرون مرة تكلمنا عن توسعة الفك، جهاز توسعة الفك سويت عند الدكتور عذبي الغرير. شوف هذا فك بنتي شيخة قبل، وهذا بعد هذا الجهاز. طبعا الكلام وين؟ الكلام بالتوسعة. شوف شلون كان الفك اللي فوق ضيق، فأسنانها ما تسكر على بعض، يعني كان مثلا الأسنان اللي تحت كذي تسكر، واللي فوق داخل صايرين. فهذا شوف السعة هني، شوف هني شلون توسع قبل وبعد، عبارة عن جهاز يركب ويوسع الفك اللي فوق اللي هني فوق. كان اللي فوق مو راكبين على اللي تحت بالضبط. وهذا الجهاز يركب فقط للأطفال، يعني خلينا نقول تحت ال 14 سنة 13 سنة على كلام الدكتور. الكبار لا، لما ابو 20 واكثر راح يحتاج يسوي، اذا ما سوى هذيك بداية عمره راح يحتاج يسوي عملية توسعة فك، وهذه
أضرارها واجد وإزعاجها واجد. عملية توسعة الفك كان يعني يوسع الفك بعملية جراحية. والمسألة ما هي مسألة جمالية كثر ما مسألة أكل. لما تصير أسنانك اللي فوق ومو راكب على اللي تحت، لا واحد صاير داخل واحد صاير برا، ف حتى بالأكل ما تقدر تاكل عدل. واللي عنده مثلا اللي يشوف واحد من عياله يلاحظ ان الفك العلوي اصغر من السفلي او السفلي اصغر عكس، ممتاز انك تزور الدكتور، والدكتور طبعا هو اللي صاحب القرار. انا البنت يعني تعرفون قصتها، واحد من متابعين الله يجزاه خير لما صورتها قال لي ابو سالم انتبه على البنت ترى تحتاج مستقبلا عمليه، فالحين تقدر تسوي جهاز بسيط ومدته 3 شهور. منو عندي؟ عندي صديقي الدكتور عذبي الغرير، لأن الدكتور هو بجامعة الكويت ومتخصص بأمور الفك والتقويم وغيره. دكتور عذبي الغرير شلونك أخبارك؟ إيش رأيك بكلام هذا؟ قال لي جيب لي البنت. جبت البنت، قال لي فعلا جهاز ركبنا، أذكر كان بداية السنة اللي طافت، 3 شهور وانتهى الموضوع خلاص. وفعلا شوف شلون توسع الفك. فهذا الفك العلوي قبل، شوفوا سعته، وهذا بعد شلون توسع هني. يعني شوف هذا الجهاز مثلا، شوف هني يركب، شوف هني يركب، هني ما يركب، كان ضيق جدا الفك العلوي. الله يجزاه خير اللي يعني اللي من المتابعين اللي دش علي ونصحني هذه النصيحة، ما أدري منه بس والله دائما بعيده صراحة. من أقدم البوثات، أكبر البوثات، وحتى أذكر معرض العطور قبل ما كنا نجي ونتعنى إلا الجنيد. جنيد نفس بوثهم يمكن أكثر من 15 سنة تقريبا، اللي هو صاير ما بين قاعة 6 و5 بالممر، هذا ماخذين العرض بالكامل، اكبر بوث تقريبا. البوث كبير وواسع وصاير كله نفس الشبابيك بالشكل هذا. جنيد، ومنو ما يعرف جنيد؟ عطور جنيد القديمه، نزيه موجود، دهن عود جنيد اللي نحبه ومن زمان، في راسخ بعد هذا ايوه عود جنيد، هذا عود جنيد ما شاء الله تبارك الله. في ناس يعني صاير مرتبط معاهم هذا بشكل مباشر مع رحله العمره، دائما رايح عمره جيب معاك دهن عود جنيد. عبارة عن ربع تولة وسعره جدا مناسب، اعتقد حوالي 20 دينار او كم، 19 دينار سعره، 200 ريال صح؟ 220 ريال تقريبا. أيوة. هذا ولا غلطة، هذا عليه اجماع الكل ما شاء الله تبارك الرحمن. ممكن نزيه؟ اي طبعا. كم سعره نزيه؟ 7 دنانير. 7 دنانير ممتاز. لو سمحت يا جماعة، عطورات اسعار حلوة، تنوع كبير ومعروف جنيد يعني سنين. هذا نزيه، هذا بالنسبة لي جدا ممتاز، عطر نزيه عندي منه صراحه بالبيت دائما اشتريه. سعره قلت لي 7 دنانير ونص. 7 دنانير ونص، حتى اسعارهم جدا مناسبه. 100 ملي تقريبا. ايه بالضبط. هذا بعد اسمه سفاير، هذا حق البخور، هو اصلا ريحته بخور وممتاز مع البخور، وفي راسخ موجود بعد. انا اتذكر راسخ قبل مربع قديم. هذا بالشكل الجديد ورايح الجديد نفس تقريبا، هذا هو اسمه راسخ بعد، ممتاز جدا. هذا على فكره شوي ثقيل نوعا ما، اللي يحب العطورات الثقيلة. أيوة اللي يحب العطورات الثقيلة، بس والله ولا غلطة أسعار كلها ممتازة. كل واحد يمكن فينا له مع جنيد ذكرى معينة، تلقى عطر من هذولي له أو الوالدين، لأن ما شاء الله جنيد من كم سنة جنيد؟ مو مكتوب هنا. من عام 1910. 1910 يا رجل، فوق 110 سنوات تقريبا. صحيح. عطورات بعضها عارفها وبعضها صراحة جديدة، هذه من اجمل العطورات. انا اقول لك اذا تمر معرض العطور حرام تمر وما تشتري نزيه. 7 دنانير قوي جدا، جربوا. ها اللي يمر حتى مر ما بين قاعه 6 و5، طالع من قاعه 6 رايح قاعه 5 يمر وياخذ نزيه. 7 دنانير ونص، هذا ممتاز، هذا حق يعني تبي تتبخر ممتاز. راسخ صديقي القديم كان علبته مختلفه، غيروا حتى بالعطر وغيروا حتى بس يبقى ممتاز وثقيل. وهذا من الأصدقاء الجدد، هذا على فكرة عود، يعني دهن عود اسمه مزايا، واضحة ريحته، ترى مجربينها ثقيلة حيل. نزيه عندي أنا بالثلاثة هذولي لو سمحت. عيون حاضرين يا هذولي أصدقاء الجدد، ونزيه أصلاً عندي، وأنا أقول لك لا تخوف إلا وتجربه، برايح ما بين قاعة 6 و5 مر وقول أبي نزيه هذا. هني بعد في بين قاعة 5 و6 في هذه المباخر، ترى ممتازة وأسعارها بلاش، 6 دنانير ونص، شيء مرتب تقبلت الشاي. إيه مالت الشاي، هذا البراند أنا أحبه صراحة، صدق أحبه وأحب عطوره. عسى ربي يقويك ويبارك لك. أقول عيني عليكم باردة. الله يحفظك. أنا مرة صورت لكم وأنا بالبيت، صحيح، قلت أصحاب زار
عندهم ذوق صدق باختيار العطور. الله يبارك لكم. طبعا النجم القوي جدا وعندي نفسه بالضبط بس شنو خالص. امبالا امبالا ما شاء الله تبارك الرحمن من نجوم عطور زار قوي جدا واصلا متميز. يمكن هو الاكثر مبيعا صح الاكثر مبيعا اتوقع. عندي بعد هالاصدقاء القدامى الحمر هذا ويا أليكسز والكسندر هذول من العطورات المتميزة والباردة. ذوق هني تبارك الرحمن جدا قوي. هذا العطر توا نازل رجالي أكثر جميل صراحة. هم بعد موجود من عطورات زار وهذا هم بصلاح يعتبر من العطورات اللي توا نازل. العرض اللي قلت مساع لأنه توا نازل هذا أي شخص يشتريه راح يحصل على أي عطر من هذولي. صح كلامي؟ هني العروض ما شاء الله تبارك الله مسوينها. عندك مثلا امبالا مرتين بالسنه بس في وقت المعرض يصير عليه خصم تقريبا حوالي 15% على امبالا وعلى هذه المجموعه على المجموعه صحيح. اما هني لان هذا تو نازل وهذا فقط للرجال اذا تشتري تاخذ اي عطر من هني مجاني من العطورات او هذه المجموعه صراحه. هذا جدا متميز جداً. هذا مساء نسولف نقول اللي هذا لازم بشت لازم بشت من كثر فخامته ما شاء الله تبارك. هذا رسمي حين يا تشكيل وزان على قول هذا يا عرس يا تشكيل لا صدق 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 هذا خلينا نقول رسمي حيل ما شاء الله وممتاز. وهم بعد ما شاء الله حتى الغرشه مسوينها مخمليه تبارك الرحمن. صمم عطري خاص كرييشن يعتبر نيش يعني الباكجينج غير القرشه الجوس اللي داخله ثباته عالي فوحانه مو متكرر. انا والله العظيم صراحه بصراحه انا من اول مره جربت عطورات زار قلت كلمه اللي اختار يعني اوكي كل يمكن كل عطر من هذول لهم مصممين مختلفين لكن اللي نقيهم واللي اختارهم واللي يعتمدهم انهم نتنزل عندكم تبارك الرحمن. انتم مجموعه شباب كلكم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. انا اتذكر هذا عندي كان صغير صح. ايه في منه ميني هذا ممتاز جدا وسعره بعد حلو. هذا 100 ملي كولون طبعا مو بيرفيوم استخدم بالدوام بالمكتب ملابس ايه. ملابس جدا الجوس اللي داخله اللي هو العطر ريحته كنا لو بفندق يعني بارد وخفيف ولطيف. سعره كنا بعد سعره 100 ملي ب7 دنانير سعره ممتاز. غالبا يرشونه على دواري على العبي ويبيعونه دائما ياخذون من عندنا البنات اه ما شاء الله ياخذون اللي عندهم بزنس اللي عندهم بزنس فاذا شريتوا شيء تلقون فيها هذه الريحه 7 دنانير سعره ممتاز والله. وكذلك بالاونلاين طبعا بالاونلاين موجود. اللي نشوف هني كله موجود اونلاين كله بالاونلاين بحط لكم الرابط وكذلك رقم تليفون وكذلك أجمع لكم تشكيلة من الشغلات المميزة اللي أشوفها لأنه ما شاء الله مجموعة كبيرة. صراحة بصراحة نقول هذه مختاراتي ولا ما شاء الله الشيء كله مرتب. هذه كذلك هذا واحد بعد توني أجربه صراحة عربي شوي وعليه عرض جدا طيب كان 45 صار 18 دينار 18 دينار بس فهذه فرصة. يقول أصلا هو قوي حيل العطر بس يقول الناس ما تعرفه فنبي نلفت انتباه الناس للعطر هذا خلال المعرض فسووا عليه هذا العرض الجميل. مشكور وما قصر يا وك الله والساعة المباركة موفق موفق ذوقكم ولا أروع ما شاء الله. دقائق وبإذن الله ونبدأ الفقرة بس قبلها خلنا نسولف لكم عن هذا العرض من HS Store. للأمانة أنا طالب منهم عرض بس قلت لهم صراحة بعرض وايرات. أنا مؤمن إنه أو أدري إنه كل واحد يتابعني الحين وده بوايرات لأن الوايرات صراحة استهلاك ودك مرات تشيل. أنا اللي قلت حق فهد قلت والله أبي مثلا 5 وايرات بنص السعر أبي 4 وايرات شيء كذي وكلهم أبيهم بي دي يعني شحن سريع والكل يستخدمه. قال لي والله تم بس أنا بصراحة كميات ما يعني عرض وخصم قوي ونص السعر وكمية كبيرة أنطر عليه شوي عطني فتشة شنو ثاني أعطاني والله مجموعة منتجات اخترت هذا الباكج مسوي عليه عرض ترى على فكرة بتركيا. هم قالوا لي أنا والله ما كنت أدري صراحة. قال لي بسام ترى أنت هذا خلال ساعتين باعوا 200 حبة لما كنت أنا بتركيا وهذا نفس العرض تقريبا. المنتج الأول هذه المكنسة من شركة موماكس مكنسة يدوية صغيرة تشتغل على الشحن حلو حق مكتبك حق غرفتك حق واحد مثلا يستخدم يعني استخدام سهل وبسيط حق غنفات شيء بسيط إن شاء الله فيها بس شحن. والله ممتاز من قوة الهواء اللي يطلع منها تحت لأن هني قاعد تشفط. أنا ودي أدور لي وسخ شيء ما ها
ما ادري ايش انظف فيها. انا ذاك اليوم لما كنت بتطبيق كيف كان وليد الدوسري طبعا قهوه مختصه ودائما طايح قهوه كذي، فاشوفه كان يستخدم هذا الراس ويستخدمها بشكل هذا، فكان ينظف بقايا القهوه او غيره. وسهله التنظيف لان الوسخ كله راح يجتمع هنا، تبطل هذه وتنظفها. هذا المنتج الاول مع شحنه ومع راسين وكامل، اتوقع هذا مفيد لاهل السيارات تنظيف السياره. أما المنتج الثاني كذلك من شركة موماكس عبارة عن هذا المعطر، بسيط سهل، معطر تحطه على طبلون السيارة أي مكان فيه شمس لأنه يشتغل على الطاقة الشمسية. نحاول افتح بس يا سكر أنا كذا، خلنا افتحه بكل بساطة. تفتحه راح يكون داخل في هذا اللوح الخشبي أو هذا القرص الخشبي، تعبي من هالمعطر. داخل الكرتون راح يكون معك ثلاث انواع من المعطر، بس انا هذا الاحمر يذكرني بالسياره اللي اجرتها بتركيا لاني كنت مركب هذا المعطر هناك. بس ما يبي شيء، بس تغرق هذا القرص الاخضر بالمعطر كنا تمام كذي. ها بس امورك طيبه خلاص، تركب هذا سلمك الله، تحطه على طبلون السياره. مجرد ما على الطاقة الشمسية راح يصير مثل المروحة، راح يفتر كذي ويعطيك هفة هواء كذي من هذا المعطر. يجي معاه ثلاث عطور. العرض الآن على هالمنتجين هذولي، كان سعرهم اثنينهم لما تشتريهم مع بعض 31 دينار ونص، الآن سعرهم 20 دينار تقريبا ونص، تقريبا طايح 10 دنانير. ففرصة للي مفكر يشتريهم الآن يشتريهم. هذا العرض موجود حتى نفذ الكمية، كنا قال لي 180 حبة أو 180 تشيس باكج مع بعض مجهزينهم الآن بالمخزن، بحيث أنه لو تطلب الحين من باكر بإذن الله يبدأون التوصيل. كل التوفيق ويا فهد المذن. أنا ناطر الحين عرض قايلة من أصل من الأول، أنا أبي عرض الوايرات. الوايرات أحس الكل يحتاجه والكل يبي، أنا أول واحد راح أخذ العرض لأن يكون فيه وايرات واجد والعيال.